السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض برياني الدجاج أو برياني الفراخ. طريقة سهلة جدا، كل المكونات في حلة واحدة ومكونات في كل بيت وطعمها رائع جدا. ودلوقتي هنبتدي في تسوية البرياني. أول حاجة هنجيب ووك أو حلة وهحط فيها شوية صغيرين زيت ذرة، يعني حوالي 4 معالق كبار. الزيت هيسخن وهنزل الفراخ بتاعتي. نعلي النار بس شويه عشان الزيت يسخن. انا الفراخ بتاعتي هنا فرخه مقطعاها 8 وشايله الجلد من عليها خالص. دي يعني خطوه مهمه جدا انك تشيل الجلد من على الفراخ. انا هنا متبلاها ببصل مبشور وملح وفلفل اسود وبشيلها في الفريزر، يعني بجيب الطلبات بتاعتي واتبلها واشيلها. انت لو مش عامله الخطوه ديت هنقطعها 8 عادي وهنرش عليها ملح وفلفل اسود وتوم بودره وبصل بودره، الاثنين مع بعض التوم والبصل البودر مع بعض بيدوا طعم حلو جدا لو مش عامله خطوه التتبيله. دلوقتي الووك هنحط فيها الزيت وهنبدا ننزل بالفرخه بتاعتي. عايزاها تاخد لون. الفرخة تاخد لون وبعد كده هقلبها على الناحية التانية. طبعا انا متبلة الفرخة بتاعتي هنا بالملح والفلفل الاسود والبصل، فمش محتاجة ان انا ابخرها في الخطوة دي. اول ما تاخد اللون هنكمل الخطوات مع بعض ونحط البهارات والحاجة التانية. أكلة سهلة جدا وسريعة، اللي بيحبوا يعملوا الأكلات في حلة واحدة أو بيحبوا يعملوا أكلات سريعة بتنفع وقت مثلا نبقى مستعجلين او حاجه خفيفه من الاكلات الصيفيه السريعه يعني. لسه عايزه اخليها تاخد لون تاني. اكله حلوه جدا ومكوناتها بسيطه مش صعبه خالص، موجوده يعني المكونات بتاعتها في كل البيوت عندنا، حتى التوابل البهارات اللي هستخدمها بهارات موجودة في البيت. اهم حاجه يا جماعه اللون دوت يتاخد، بتفرق معانا. بعد كده يا جماعه انا خلاص حطيت الفراخ بتاعتي وخدت اللون اللي انا عايزاه، هبدا انزل بال الخضار بتاعي. طماطمايه مكسوره مهوطي النار لغايه ما احط الخضار بتاعي، وجزرايه مكسوره وبصلايه مكسوره على الفرخه من كل نوع خضار واحده متوسطه. فاكره شكلكم ايه حاجه؟ يعني لما خدت موتيلات ان هي خدت معايا بس لون، الريحه بدات تطلع والتتبيله اللي انا متبلاها بدات تطلع، فحاجه يعني حلوه جدا.
وهبدأ بقى احط البهارات بتاعتي. هنحط معلقة ملح، معلقة صغيرة، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة حبهان مطحون على ورق لوري، او لو ما عندكيش مطحون حطي سليم مفيش مشكلة. نص معلقة جنزبيل، الجنزبيل مهم اوي في الخطوة ديت او في الاكلة ديت. نص معلقة كركم، الكركم عشان خاطر لما احط الرز البسمتي معايا يبقى مصفر شوية. وهبدأ اقلب كل ده على بعض. انا موطية النار، واكلة مبتاخدش وقت خالص يا جماعة، يعني مش صعبة، مش يعني الوقت بتاعها اللي هو الفراخ حوالي ربع ساعة مثلا، وبعد كده تسوية الرز حوالي تلت ساعة. يعني لو دخلت المطبخ ساعة هخلص الاكلة وهخرج. وهنزل بحاجة بسيطة خالص مية، يعني ربع كوباية تقريبا بس كده. انا مش عايزه ميه كتير لاني الفراخ بتاعتي انا موطيه النار، يعني مش موطيه زي الرز، يعني اقل من متوسط حاجه بسيطه. الفراخ بتاعتي لسه هتنزل الميه بتاعتها، والبصل والطماطم والجزر لسه هينزلوا الميه بتاعتهم، فانا مش عايزاها مسلوقه، انا عايزاها بس يا دوبك تبقى تلات ارباع سوا. انا دلوقتي هغطيها، واول ما احس وصلت السوا المناسب اللي انا عايزاه تلات ارباع سوا، عشان خاطر لسه هحط الرز وهتكمل سواها مع الرز البسمتي. هوطي عليها وهغطيها، وبعد كده نشوف مع بعض لما تستوي عامله ازاي. ودلوقتي يا جماعه هي الفراخ بتاعتي استوت خالص، الا سنه صغيره خالص اللي قلت لكم عليها اللي هي يا دوبك هتاخد سوا الرز. بعد كده هنزل بكوبايه رز بسمتي، كوبايه رز بسمتي مغسول ومتصفي كويس. احطها عليها كده، مش قادره اوصف لكم يا جماعه الريحه عامله ازاي، وما خدتش مني وقت خالص، يعني الفراخ ما كملتش ربع ساعه على الكوريز. وهقلبها كده. كوبايه الرز دي على فرخه واحده، عايزه تزودي الرز مفيش مشكله، بس هنزود طبعا كميه الميه. اقلب الرز كده عشان خاطر يتشرب من الصوص بتاع الفراخ. طبعا ندوق الحدق بتاعنا قبل ما نحط الرز عشان خاطر نشوف اذا كان محتاج ملح تاني ولا لا. انا دقته لقيته ملحه كويس. دلوقتي قلبت الرز بتاعي اهوت، وهبدا انزل بالميه. كوبايه الرز عليها كوبايتين ميه. طبعا هنا في صوص من الفراخ، الميه اللي نازله من الفراخ انا ما زودتش ميه من ساعه لما حطيت معاكم، يعني اقل من ربع كوبايه. الميه اللي باكت من الفراخ مع الجزر مع البصل مع الطماطم باكت ميه، في ميه اهي، فانا اعتبر الحاجات دي كلها نص كوبايه، فهحط كوبايه ونص ميه. لو الصوص نشف معايا قوي هحط كوبايتين. أكلة سهلة جدا وسريعة وطعمها حلو قوي، كل اللي في البيت هيحبوها، وحلة واحدة. أنا ما عملتش أي حاجة، كله في حلة واحدة، اللي بيحب يطبخ في حلة واحدة ما بيحبش مواعين كتير. أكلة سهلة جدا وجميلة كله هيحبها، والفراخ منزلة الصوص بتاعها والدسامة بتاعتها كده في الشوربة بتاعتنا، فطعمها حلو قوي. أنا دلوقتي هغطي البرياني بتاعي، برياني الدجاج، هغطيه وهسيبه لغاية السوا. أول لما يبدأ المية تتشرب هوطي عليه خالص زي الرز العادي، وهسيبه لغاية السوا التام، وفي الآخر هنشوف مع بعض الشكل النهائي. بصوا يا جماعة كده برياني الدجاج بتاعي استوى، أنا ما عملتش فيه أي حاجة غير إني حطيت عليه المية وخد كام غلوة، بعد كده وطيت النار خالص وسيبته لغاية السوا التام، قلبته في النص تقليبة بس. ده كده شكله النهائي، شكله حلو جدا وطعمه أحلى. هنغرفه يلا مع بعض ونشوف الشكل النهائي عامل ازاي. وده كده يا جماعه الشكل النهائي بعد لما غرفت برياني الدجاج او برياني الفراخ. طعمه حلو جدا، وجبه سريعه فيها كل المكونات اللي احنا عايزينها، ودي طبق كده رئيسي، وانا عملت جنبه طبق سلطه خضراء.